تعليمك القراءة من غير كتب تجويد. سورة الأنعام الآية 45، نكمل مع بعض تصحيح التلاوة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. طبعا هقول إيه؟ الذين، الظاء مفخمة واللام مرققة، تبقى ظلموا مش ظلموا. اوعي تقولي لي ظلموا، عيب عليكي. ما فيش لام في القرآن بتفخم إلا لام لفظ الجلالة. وطبعا الكلام ده بقوله على رواية حفص عن عاصم. والحمد لله رب العالمين. طبعا رب بالعالمين، في ناس يقولوا ايه رب العالمين، رب ال ب ب بل، لا ما يبلش، هي اسمها رب بال بال، مش بال بال بال، دي يعني بال اي حاجه بقى، بال قميص، بال ورقه، بال اي، لكن هنا رب العالمين. تحقيق الكسر مع شده الباء، والباء حرف اصلا ايه؟ مشدد. هنا مشدد ايه؟ حركه، ومشدد في الصفه، شديد في الصفه. قل، ما حدش يقول لي قل أرأيتم، قل قل أرأيتم. في ناس بيخفوا أول حرف في الآية، يعني إيه؟ بيكون كده من الظاهر أو مش قوي. لا تقولي إيه؟ قاف ضمة قو. قل أرأيتم إن أخذ، وما حدش يقول لي أخذ، أخذ الله، أخذ الله غلط، أخذ، أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. ما حدش يقول لي وختم، وختم او وختم وخ، لا وختم وختم. القران كله على فكره حروف، وانت بتمرني بقك بيها، بتعملي تمارين للفك. وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به. ما حدش يقول لي غيره، غير الله، لا غير الله يأتيكم به. ايوه انظر، هبدأ بهمزة الوصل مضمومة علشان الحرف الثالث مضموم. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ما حدش يقول لي يا يصدفون، يصدفون، لا يصدي، يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة إن أتاكم عذاب الله ب، ما حدش يقول لي بغتة، بغتة ب، بغتة أو جهرة هل يهلك إلا، هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. خدي بالك من الإخفاء، مش ومنذرين، ومنذرين، لا ومنذرين. وطلع لساني في الذال، ما تبقاش ومنذيذي، لا ومنذيذي. فمن آمن وأصلح والصاد مفخمة، وإيه مالها ساكنة، وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين، مش والذين، اوعي إيه والذين، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب. اوعي تقولي يمسهم العذاب، يمسو يسو، لا يمسو، يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. خدي بالك ان السين مضمومة والقاف مضمومة، محدش يقول يفسقون، يفسو، يفسو،
يفسحون لحد الآية 49 ونكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والمرة الجاية أعلمك القراءة ومن غير كتب تجويد.